بريليشنشيبس لليوم معنا متر هنادي شبير الأسعد محامية بالاستئناف، وموضوعنا هو موانع الإرث بين الزوجين. أهلا وسهلا فيك متر شبير الأسعد. موانع الإرث بين الزوجين، موانع يعني جايبتهم بالجمع، يعني في أكثر من مانع للإرث بين الزوجين، في أكثر من مشكل معقولة أنه يكون موجود. خلينا نعدهم بس بالأول لنشوف شو ممكن يكون في مشكلة. بدي قبل بس ما بلش بالموضوع بدي أتمنى على كل المقدمين على خطوة الزواج قبل ما يفكروا بالبيت وبالفستان وبوين بدهم يعملوا سال العرس، يفكروا أول شيء بهالارتباط اللي هن حيعيشوا فيه كل حياتهم، على القليل بس يطلعوا لوين رايحين، يعني حقوقهم واجباتهم كل واحد تجاه الثاني، لأنه ممكن كتير في نقط ممكن نحن نتفاديها، مشاكل زوجية ممكن تحصل بيناتهم سواء ببداية الزواج أو بخلال المرحلة الزوجية. يعني عند المسلمين فيك تحطي شروط، عندك قائمة شروط، وعند المسيحية ما فيك تحطي قائمة شروط، ولكن فيك تتفادي مواضيع مادية أنك أنت تعمليها بعقود مدنية. يعني واحد بده يشتري سيارة بيبرم كذا معرض، على القليل هيدا الارتباط أنه يطلعوا فيه بشكل هلا المشكلة لحد هلا المشكلة أنه لما بيكون فيه هالنوع من الحديث بين الشخصين في نفور خاصة عند الرجل، يعني انه ليش من قبل بدنا نحكي بهالتفاصيل، وين الرومانس في الموضوع؟ هو الوعي انه واحد يتفادى المشكله قبل ما توقع، والمشكله الاكبر لما يكون عندك اولاد، هونيك ما بتعود تعرفي شو بدك تحلي، لانه ويلك الاولاد ويلك الزوجه ويلك الزوج. بالعكس الوعي اللي عنده وعي اكثر هو بيشوف كل المشكله اللي ممكن تنطرح، لانه ديجا الواحد بيشوف ديجا اللي حواليه شو عم بيصير معه، ليش حتى انا اوقع فيها اذا قادر اتفاديها؟ يعني هيدي من الاحترام المتبادل اول شيء. ثاني شيء في قوانين يمكن نحن حتى مش موافقين عليها وما بنعرفها. الجهل هو نص المشكلة. الموضوع اليوم عن موانع المواريث، نحن عنا عدة متعددين. بلش أول شيء بالقتل اللي هلأ أكثر شيء نحن عم نسمع فيه للأسف الشديد. هو مانع من موانع الميراث. القتل عند المسلمين عند الشيعة يعتبر مانع من موانع الميراث، إذا كان خطأ لا يعتبر مانع، إذا كان دفاع عن النفس كمان لا يعتبر مانع، بينما القتل القصد أو العمد هو يعتبر مانع من موانع الميراث. عند السنة كمان نفس الشيء على كافة أنواع القتل هي مانع من موانع الميراث، ولكن كمان الدفاع عن النفس هو لا يعتبر مانع. عند الموحدين الدروز رح أحكي بالخطوط العريضة وبدي يجيب سيرت شوي عن الطوائف، عند الدروز اللي بتبعوا المذهب الحنفي اللي نفس الشيء تبعوا المذهب السني، فنفس نفس الأحكام. عند المسيحيين القصة بتختلف، لأنه القتل ما بيتناول الشخص فقط، ممكن يتناول، مش ضروري يتناوله له، هو ممكن يتناول أحد أصوله أو فروعه، أو إذا كان متدخل بجريمة القتل، يعني إذا كان واحد قتل أم زوجته أو هو قتل بي زوجته أو العكس كمان ما بحق له بالميراث. وزيادة عن هيك بالنسبة للقتل عند المسيحيين في كمان نقط ما بتكون مانع من موانع الميراث، يعني مثلا القتل غير المقصود، إذا دفشة وقعت على الأرض وماتت بيكون غير مقصود، هذا ما بيكون مانع من موانع الميراث. الدفاع عن النفس كذلك الأمر، إذا كان في حالة جنون لا يعتبر مانع، أو القتل الخطأ، يعني إذا بالصيد اجت ضرب براسة أو العكس هون لا يعتبر مانع. بالإضافة كمان للشهادة، شهادة زور بدعوى حكم الإعدام، إذا شهدت أو شهد هو بدعوى ضد الطرف الثاني بدعوى حكم الإعدام هون كمان يعتبر مانع من موانع الميراث. هذا بالنسبة للقتل. المانع الثاني هو اختلاف الجنسية. في كتير زواج عنا لبناني مع أجنبي، إذا الاختلاف الجنسي لا يعتبر مانع من موانع الميراث، إلا إذا كان البلد اللي جاي منه هالطرف الثاني بيمنع الميراث للبنانيين. يعني إذا واحد لبناني تزوج فرنسوية، الفرنساوي إذا بيورث اللبناني بالنسبة للزوجين نحن منورث الفرنساوي، إذا الفرنساوي بحد من ميراث الزوجة أو الزوج اللبناني نحن منحد، يعني نفس المعاملة يعامل بالمثل يعني. أي. إذا بلد ما بيعامل اللبناني مثل ما بالميراث نحن ما منورث الأجنبي. أوكي. اللي جاي من هيدا البلد. أوكي. يعني منلحق القوانين، منلحق القوانين. هي إجمالا قوانين الميراث يعني كتير تتكل على المعاملة بالمثل. نعم. بس عند المسلمين مش نفس الكلام. عند المسلمين المسلم مسلم، سواء كان من أي بلد اللي جاي بدها تورث نفس الحصة اللي بيورثها المسلم اللبناني.
ما بتعود القوانين المدنية اللي لا ما في قصة معاملة بالمثل، بيطلعوا أكثر على الدين، اللي دين الشخص مش على جنسيته. المانع الثالث اللي أكثر شيء رائج بلبنان، عندنا بسم الله 18 طائفة وبدك تعطيني 14 دقيقة أحكي فيهم ما بعرف بدي مرقهم. المانع الثالث اللي هو الزواج المختلط اللي بين دينين مختلفين أو طائفتين مختلفتين. خلينا نبدأ أول شيء، عندك شقين للموضوع، عندك الزواج الديني والزواج المدني. بننطلق من الزواج الديني هون. عند المسيحيين الزواج الكنسي بده يكون الطرف الثاني مسيحي. هلا في حالات خاصه اللي هي بده يكون في اذن خاص، اذا بوافق الطرف الثاني اللي من غير دين انه يتبع نفس يتبع كل القوانين الصادره عن هذه الكنيسه، لو بقي على دينته، لو بقي على دينته بده يلتزم قوانين في شروط معينه. تربيه الاولاد بده تكون مثلا اذا كان ماروني بده يكون تربيه ماروني، اذا كان كاثوليكي بده يعني الاولاد رح يتبعوا كل شيء خاص بهذه الكنيسه بهذه الطائفه. اذا كان هو مسيحي وهي مسلمه او العكس، انا حاخذ المسيح والمسلم انه يهود اجمالا ما بقى في كثير بلبنان. إذا كان هو مسيحي بيقدر يحل مشكلته أنه يعمل له وصية. وصية عند المسيحيين هي ما بتقدر تعدل 50% لأنه بدك تنتبه للحصص المحفوظة، الحصص المحفوظة ما فيك تتخطيها. يعني بيقدر يعمل وصية بس بال 50%، وال 50% التانيين بيروحوا للورثة. إذا تعدت الحصص، إذا تعدت الوصية 50% ما تعتبر باطلة ولكن بتخفض لحدود 50%. كذلك الأمر الزوجي أو الزوج المسلم كمان بيقدر يعمل وصية، رح نحكي بتفاصيل عند المسلمين. هذا بالنسبة للزواج الدين المسيحي. عند المسلمين في عندك المحاكم الشرعية أو المحاكم الجعفرية. المسلم طبعا، أنا عم بحكي مسلم تحت غطاء المسلم يعني شيعي وسني. الزواج بين الشيعة والسنة ما في مشكلة، في توارث، في طبيعي حسب القانون. بيبقى هون عندك بالمحاكم الشرعية بيقدر يكون يعني بالكنيسة بتقدر تكون الزوجة أو الزوج هن يا مسلم يا مسيحي، بينما عند المسلمين ما بيقدر غيري بس الزوج يكون مسلم، لأنه الزواج المسلم الغير المسلمة من غير مسلم ما لنا واردة عند المسلمين. فالزوج هو اللي بده يكون مسلم، وممكن تكون الزوجة مسلمة أو مسيحية. إذا الزوجة مسلمة بتورث الثمن إذا كان عندها أولاد، وبتورث الربع إذا ما عندها أولاد. بينما إذا كانت مسيحية بيقدر يعمل لها وصية، وبيقدر يعمل لها وصية بالثلث، والثلث هو أكثر من الثمن للزوجة المسلمة إذا عمل لها وصية. فمشان هيك إنه لازم واحد ينتبه للشغلة، لأنه الزوجة الغير مسلمة ما بتورث من زوجها. وضحت لك؟ إلا بالوصية. إلا بالوصية. هلا اذا كان هو مسلم شيعي بيعمل له وصيه بالثلث وما بده موافقه باقي الورثه، الثلث هيدا هي الوصيه بتقدر هي تقبلها على حياته او بعد ما ماته. اوكي، اذا قبلتها على حياته بتصير تنفذ بعد الوفاه، واذا ما قبلتها وبدها تقبلها بعد الوفاه وما لحقت تقبلها وتوفيت هي، الوصية بتروح للورثة تعولها، يعني لعائلتها هي بنفس الأوان، بنفس الحدود اللي هو عمل لها إياها. إذا كان مسلم سني وعمل وصية ما بتقدر تقبلها إلا من بعد ما هو يتوفى، وإذا هي توفيت وما كان بعد قبلت الوصية، هون ما بتروح للورثة تعولها، بتروح للورثة تعوله هو. طيب يعني السؤال كمان يلي كتير بينسأل، ما في أي مجال لأنه الزوج أو الزوجة يكونوا موصين لكن على كل الميراث تبعهم للشريك، هيدي مش موجودة؟ لا، في عند المسيحية حدودها 50%، ما بتعتبر باطلة بس تخفض للخمسين. عند المسلمين ما له حق يعني الشخص يورث شريك، له حق يورث شريك بس بحدود معينة، حدود الخمسين. عند المسلمين لحدود الثلث، إذا عملها أكثر من الثلث عند المسلمين إذا قبلوا باقي الورثة ما في مشكلة. إذا قبلوها، بس إذا ما قبلوها بتنزل تخفض للثلث. هلأ عند الموحدين الدروز بيقدر يوصي 100% بالتركة تاعيته بدون موافقة أحد. أوكي، بس النقطة عند الدروز، هلأ عم نحكي عن العقد الشرعي عند الدروز، الدرزي ما بيقدر يتزوج غير درزي كزواج ديني. إذا موحد درزي بده يتزوج غير من غير دينه، هون بده يروح على حسب مين عم يتزوج. يعني إذا بده يتزوج سنة بده يروح على المحكمة الشرعية، إذا بده يتزوج شيعة على المحكمة الجعفرية، وإذا مسيحي على الكنيسة. بس هون عم نحكي الرجل بيورث المرأة مثل ما المرأة بتورث الرجل، نفس الشيء وبكل الطوائف. بكل الطوائف نفس الشيء.
له حق يورد كل طائفة مثل ما حكينا، بس عند الموحدين عندك 100% بيقدر يورد بدون ما ياخذ موافقة باقي الورثة. اوكي، بس هون في نقطة بس بدي اشير لها على السريع، إذا كان الزواج الديني عند الموحدين الدروز تزوجها وقبل ما يتزوجها عمل مثلا وصية لخيه لنفترض، وبعدين تزوج واجا اولاد، الوصية تبطل ما بيقدر ياخذها خيه. إذا تزوج وما جاب اولاد، الزوجة بتاخذ الحصة تاعتها اللي هي الربع والباقي بيروح لخيه. إذا تزوج ومن بعد الزواج عمل الوصية واجا اولاد، كمان الوصية تبطل. وإذا تزوج وعمل الوصية وما اجا اولاد، الزوجة ما بتاخذ ولا شيء. كل هيدا عم نحكي لما بيكونوا الأولاد يعني بعمر قاصر، أو لما بيكونوا الأولاد صاروا فوق 18 سنة ما بيصيروا هن الورثة يعني، ولا بيضل في العائلة الكبيرة بتورث؟ لا ما لها علاقة، تحت 18 أو فوق 18 هن بيورثوا نفس الشيء، بس بده يكون في وصي عليهم ساعتها إذا كانوا فوق تحت 18. هلا الزواج المدني، هون خلصنا من الزواج الديني، عندك الزواج المدني. الزواج المدني معناتها كل واحد محتفظ بدينه، ما غير دينه. كمان الحل هو الوصية، من إلى حسب كل واحد على دينه بيعمل الوصية حسب هو، إذا مسيحي 50، إذا مسلم 3، وإذا درزي بيقدر يعمل 100%. هلأ النقطة هون بالنسبة للوصية، هذا حل من الحلول، وطبعا بتختلف الوصية من المسيحيين للمسلمين، أنه بدها تكون مكتوبة وعند المسيحي بدها تكون عند كاتب عدل، إلى أجراءات شكلية معينة. الحل الثاني واللي هو أنا معلي بدي بس أحكي نقطة فيها، أنه حالات كتير بتصير أنه بيكون في جهل من الطرفين أنه ما بيتوارثوا من بعض، وبفجأة وإذا كان هو يعني هيدي مشكلة، وإذا هو بيعرف إنه ما بيورد زوجته مشكلة أكبر، وخاصة من لناحية الزوجة، لأنه الزوجة بشكل عام خاصة إذا ما بتشتغل هي عم تقعد بالبيت عم بتربي عم تنتبه عم بتدير شؤون البيت، ما عم تشتغل، فهي بتوصل لعمر معين 50 60 70 سنة هي بالبيت وهو اللي عم يصرف. إذا هو توفى هي وشو بصير فيها، وخاصة إذا مزوجة من غير دينا، يعني اجمالا كمان بتكون منبوذه من عائلتها، يعني لا من عائلتها بتكون خلصت، واذا هو توفى بتطلع بدون ولا شيء، وين بتعيش؟ وين صون كرامتها واحترام غير نفسها؟ يلي بلا بتشتغل وبتحط كل هي اللي بتشتغل ما بتلحق شيء يعني. شيء على جنب، كيف تلي ما بتشتغل؟ يعني يلي بيكونوا عملوا بيت وعملوا كل يعني لازم ينعمل سوا، او بالنهايه يمكن يكونوا باسم واحد من اثنين وفي مشكله، يعني هو اخلاقيا المودة والرحمة والجسد الواحد والروح الوحدة بين الطرفين، مفروض أنه يكون في نظرة أخلاقية تجاهها للزوجة، يمكن كمان يكون تجاه الزوج، مش عم بحكي بس بشكل عام الزوجة أكثر، أنه لما هي كل الوقت بالبيت وما قادرة، أنت بتقبل أنت إذا توفيت هي تتبهدل وتنهين، أنه بس ينظر لها نظرة أنه بس المحافظة على قيمتها وعلى كرامتها والاحترامها، يعني شيء تقدر تعيش منه. طبعا ما حدا بيعرف شو بيصير، يمكن يعني حتى على 40 سنة واحد يتوفى تكون زوجته أنه ما بيقدر، عرفتي؟ ما خص العمر، خص أنه نظرة ضرورية الواحد يفكر فيها. متر هنادي شبير الأسعد، شكرا لوجودك معنا. تفضلي. بس بعد مسمحي لي 30 ثانية بعد دقيقة. في حالات كثير بتصير، إذا زوج مسيحي تزوج مسيحية وجاب منها أولاد، ورجع غير دينه وتزوج مسلمة وجاب منها أولاد، هون مين بيورث إذا هو توفي؟ قبل ال 91 كان في مادة بالقانون 23 على بالقرار 60 بتقول إنه كل شيء بيروح للزوجة الأولى مع الأولاد. هلا بعد ال 91 على الحالات اللي صارت بتغيير الدين صار في مشكلة إنه الزوج الثاني ما عم يطلع على شيء، فهون عملوا الاجتهاد بمحكمة التمييز، إنه الهيئة العامة، إنه يصير مناصفة 50% للزوجة الأولى مع أولادها 50% للثاني. أكيد كل نقطة بنقدر نعمل عليها حلقة، أكيد بحلقات ما بقى عندي ولا دقيقة وقت. بس اللي عم يعملوا زواج مدني بلبنان معتقدينه زواج مدني وعم يشطبوا اسمهم من القيد، سوري مش اسمهم، عم يشطبوا الدين تاعهم او الطائفه تاعتهم، بس للفت نظر انه هو اللي لا يعتبروا انه شاطبين دينهم، بيتبعوا دائما الدين اللي هن اصلا على اساسه. اكيد لازم نرجع نحكي بالموضوع بتفاصيل كل نقطه. شكرا لك، هلا وقفه ونرجع نتابع.